فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تبول أكرمكم الله، فهل يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه وإن لم يصبها شيء من البول؟ لا، هذا في مسألة إذا خرج منه مذي، فإنه يغسل ذكره وأنثيه كما في الحديث. هذا في مسألة خروج المذي منه، وهو الماء اللزج الذي يخرج لشهوة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.